لو أول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك الأحمر وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير علشان الكل يستفيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. عاملين إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مايا من قناة وصفات سحرية مع مايا. النهاردة إن شاء الله جايبة لكم وصفة تحفة 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 بالقرص السحري ده. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. البنات اللي بتضطر تحط مكياج في رمضان مش هتضطر تحطي ولا نقطة مكياج في رمضان، هخلي بشرتك روعة فاتحة جدا وردية خالص. تحفة 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 بالقرص السحري للتفتيح الفوري ده، هيفتح بشرتك وهيزيل تصبغات واسمرار السنين في بشرتك. البشرة اللي بتكون باهتة خالص، البشرة اللي بتكون عندك تصبغات، عندك هالات سودة، عندك تجاعيد، خطوط في البشرة، عندك اسمرار ناتج عن الشمس، كل ده بإذن الله الوصفة اللي معايا النهاردة للتفتيح الفوري هتفتح بشرتك وهتخليها وردية، ومش هتحتاجي تحطي ولا كريم أساس ولا كريم تفتيح ولا كل الكلام ده، هنخلي بشرتك تحفة تحفة تحفة. لو أول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك الأحمر وتفعلي الجرس علشان يوصل لك كل جديد، واعملي لايك للفيديو فضلا وليس امرا يا حبيبه قلبي، شجعيني بلايك. طبعا قبل ما ابدا وصفتي بتاعه القرص ده وازاي هنعمل مكونات مع القرص ده وازاي هنعمل تفتيح فوري بالقرص ده، وهقول لكم كمان القرص ده ايه، بس قبل ما اقول كده هقول لكم على خطوة الاول هتعمليها قبل ما نعمل الخطوة بتاعة قرص التفتيح ده. تمام، اول حاجة يا حبايب قلبي معايا هنا طبق ومعايا هنا هو مكون جميل قوي قوي هنعمل بيه صنفرة. قبل ما اقول لكم القرص ده ليه والقرص ده بتاع ايه وهنعمل بيه وصفة ازاي بالظبط وبالتفاصيل وبالتركات، معايا هنا هو معجون الاسنان. معجون الاسنان يا حبايب قلبي من الحاجات الجميله جدا اللي بتدي يعني بتديكي كده لمعان وبتديكي اشراقه جميله قوي قوي في بشرتك. انا نفسي بستخدمه للصنفره، حلو قوي 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 يا بنات. هناخد منه زي ما انت شايفه كده قد معلقه من معجون الاسنان، اي نوع معجون اسنان، عشان في بنات بتسالني يا مايا يكون نوع ايه، هقولك اي نوع معجون اسنان. طبعا سيجنال حلو قوي قوي. تمام، هناخد معجون الاسنان وهنحط عليه قطرات من الليمون، قطرات من الليمون مش كتيره قوي يعني قطرات بسيطه جدا جدا من الليمون. والبنات اللي بتحسس من الليمون خلاص تكتفي بمعجون الاسنان، بس طبعا انا بقولك على خطوات هتفتح لك بشرتك فوري بدل ما تنتظري واقولك يومين وثلاثه في الاسبوع والكلام ده كله، انا بقولك على حاجه هتشلك مشاكل وحاجات كتير جدا في بشرتك فوري. قلبناهم مع بعض زي ما انت شايفه كده، هتاخدي زي ما انت شايفه كده وهتبداي تدهني بالشكل ده على كامل بشرتك اهو بالشكل ده. طبعا بشرتك تكون نظيفة وهتبدأي تدهني كويس قوي. بعد ما هتدهني بالشكل ده على بشرتك هتسيبيها 10 دقايق، من 10 دقايق ل15 دقيقة، وهتجيبي قطنة وهتبدأي ان انت تمسحي الخلطة دي بالقطنة زي ما انت شايفة كده بالشكل ده، وما تغسليش مكانها. الخطوه دي طبعا معجون الاسنان موجود في كل بيت والليمون يعني مش هتتكلفي شيء وهتكون متوفره عندك على طول. هتبداي تمسحي بالشكل ده كده. تمام، وهقول لك بقى على الخطوه بتاعه القرص وازاي هنعمله وازاي هيديكي التفتيح الفوري، واعملي الخطوه دي قبل ما تعملي الوصفه بتاعه القرص. هنخش دلوقتي على القرص ده يا حبايب قلبي. قرص ايه يا مايا وقرص ايه ده اللي هيفتح بشرتنا على طول وفوري؟ طبعا انا هعمل معاكم الخلطه بالقرص مش هتستخدميه كده لوحده. القرص ده يا حبايب قلبي قرص براستمول او اي قرص مسكن للصداع، بس يكون الابيض
ما يكونش اللي هو بيتفتح كده الكبسولات، لا بيكون الابيض زي ما انت شايفه كده. اي قرص مسكن عندك اللي هو اللي احنا بنستخدمه لتسكين الالام وخفض الحراره، تسكين الالم وخفض الحراره، اي نوع قرص متوفر عندك هتستخدميه بمنتهى السهوله في الوصفه بتاعتنا براستمول. اي نوع مسكن متوفر عندك، مش نوع معين، هو نوع مسكن، لان الحاجات المسكن ده او اي نوع من المسكنات بيكون كحاجه موضعيه للبشره بتفتح بطريقه خياليه، وكمان بتزيل التصبغات والحبوب اللي ناتجه عن حب الشباب، اثار الحبوب يعني والكلف. تمام، هتجيبيه بالشكل ده قرص واحد بس وهتطحنيه، وهيبقى مطحون بودر زي ما انت شايفه كده. بقى بودر زي ما انت شايفه كده وطحنتيه خالص، دقتيه يعني. تمام، هتاخدي معلقه من النشا او الكورن فلاور وهتحطيه على القرص المطحون زي ما انت شايفه كده، معلقه ونص. تمام، معلقه ونص من الكورن فلاور او النشا على القرص بتاعنا اللي احنا دقيناه. تماما، قرص التفتيح الفوري. عايزاكي بعد ما تشوفي الفيديو قومي جربيها وهتدعيلي من قلبك بجد. تمام، تاني مكون معانا وهو يا حبايب قلبي دقيق القرص. هناخد منه معلقه. هتجيبي القرص العادي، الرز العادي يعني، وهتطحنيه وهيبقى بودر زي ما انت شايفه كده. هتاخدي منه دقيق القرص، مش طحين، مش اللي هو بدقيق الذره، دقيق الرز يا حبايبي. تمام، هتطحني الرز يعني، هتاخديه وهتطحنيه في المطحنه وهيبقى بودر. تمام، حطيناه مع النشا. تمام، وتالت مكون معايا وهو القهوة سريعة الذوبان او البن. هناخد نص معلقة بس من القهوة، لا مش سريعة الذوبان، معلش يا حبايبي، القهوة العادية خالص، مش النسكافيه، القهوة العادية. تمام، وهنقلبهم مع بعض كويس كده اهو بالشكل ده اهو، قلبناهم مع بعض زي ما انت شايفه كده. هتنزلي عليهم بماء الورد، بس لو ما عندكيش ماء ورد عادي جدا تنزلي عليهم بميه عاديه، بس ماء الورد انا بفضله لسائل للخطوات حلو قوي قوي قوي. هتنزلي عليه بقطرات من ماء الورد، وزي ما قلت لو مش متوفر عندك مش مشكله، انزلي عليه بميه عاديه خالص. تمام، هننزل عليه زي ما انت شايفه كده لحد ما القوام معايا يكون كريمي بالشكل ده اهو. هننزل كمان، انا مش عايزه القوام بتاعي لا يكون سايل قوي ولا يكون متماسك قوي اهو بالشكل ده. الخطوة المهمة بقى يا حبايب قلبي، هنعمل ايه وهنستخدمه ازاي. تمام، بعد ما قلبناهم كويس كده، تمام، محتاجين سنة بس بسيطة من ماء الورد اهو. طبعا انا ما قلتش انا حطيت قد ايه من ماء الورد، بس حوالي 3 معالق كبار. تمام اهو، يعني القوام معاكي يبقى بالشكل ده كده. تمام، طبعا المكونات بتاعتي كلها دابت مع بعض والقرص داب معاهم تماما، وبقوا كيان واحد اهو. تمام، طبعا الطحين، لا القرص دوت مع الكورن فلاور او النشا ومع دي القرص من الحاجات الجميله جدا جدا للتفتيح. هتاخدي منه بالشكل ده كده وعلى كامل بشرتك ورقبتك. طبعا لازم تحطي الموضوع ده في رقبتك علشان ما نفتحش بشرتنا ورقبتنا تكون سمرة، يعني تحطيها على وشك وعلى وجهك وعلى رقبتك في نفس الوقت علشان يديك التفتيح. تمام، اللي انت محتاجاه اهو بالشكل ده اهو، وهتدهني بيه كويس جدا جدا بشرتك ورقبتك. وطبعا الخطوه دي تنفع كمان للجسم يا جماعه، بتفتح برضو الجسم بطريقه خياليه. هتسيبيه نص ساعة على بشرتك، هتسيبيه نص ساعة على بشرتك، وبعد كده هو هينشف طبعا علشان المكونات اللي فيه بتنشف على البشرة. بعد ما هينشف هتبدأي تفركي وتعملي حاجات يعني
بشكل دائري كده على بشرتك وتبداي تفركيه كويس قوي. وانت بتفركيه هتلاحظي الفرق ان بشرتك بدا يبقى فيها صنفره وفيها تفتيح رهيب. بعد كده يا حبيبه قلبي هتبداي تفركيه وهتسيبيه وهتغسلي بشرتك بميه دافيه. طبعا انا نسيت اقول ملحوظه مهمه جدا، لازم قبل ما تعملي اي وصفه لازم تغسلي بشرتك بميه دافيه علشان تفتحي مسام البشره. بعد ما تخلصي الوصفه بتاعتك وتاخدي الفايده كلها منها والمسام مفتوحه، بتقفلي المسام بتاعتك يا اما بقطع التلج يا اما بالمية الساقعه. تمام، يا رب تكون الوصفه عجبتكم وتستفادوا منها. ما تنسونيش في اللايك فضلا وليس امرا يا حبايب قلبي. اشوفكم على خير، استخدميها كل يوم قبل ما تنامي، هتجيب معاكي النتيجه الهايله. الوصفه دي تعمليها يومين في الاسبوع وتفرجي على جمال بشرتك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.